السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ دلوقتي انا معايا ملفين، الملف الاول خاص بالجي او اي اللي هي الواجهة، والملف التاني خاص بقى بالكود الفعلي اللي هو الخلفي، يعني اللي هيتنفذ لما اضغط على الازرار كده يعني، تمام؟ اللي هو الكود بتاع البرنامج نفسه اللي احنا عاملينه قبل كده، تمام؟ فدلوقتي لو انا هربط الاتنين ببعض هلاقي مشكلة، تمام؟ يعني لو انا هجيب الكود اللي هنا ده واحطه في الجي او اي هلاقي ان في مشكلة. المشكلة في ايه؟ المشكلة اني انا ما ينفعش البرنامج بتاع الجي او اي يبقى فيه برنت، تمام؟ انت دلوقتي مخلي هنا معظم الحاجات بتاعتك فيها برنت بالشكل ده كده، تمام؟ والكلام ده، تمام؟ طب هو اصلا الجي او اي هيطبع لك برنت فين يعني؟ تمام؟ هو مفيش برنت اصلا، تمام؟ فلازم نعرض الكلام دوت على حاجات معينه موجوده في جي او اي، زي مثلا هعرضه في لسته، هعرضه في انتري مثلا، تمام؟ هعطيه هعمله في ليبل، تمام؟ يبقى بدل ما انا بعمل الاوتبوت عباره عن برنت كده، لا ده هيخرج في لسته اللي هي ليست بوكس يعني، هيخرج في ليبل، هيخرج في انتري كده يعني، تمام؟ فالمهم دلوقتي لو انا هنا عايز اجهز الكود دلوقتي، طبعا عشان ناخد او نعرف ازاي نجهز الكود لازم الاول نشوف شكل الجي او اي عندنا عامل ازاي. طبعا انا لو فتحت كده، انا كنت قلت لك قبل كده ان انا هجهز انا بقيه الدوال دي، فانا فعلا جهزت دول كده، تمام؟ برمجت دول، تمام؟ انما اخر واحده بس بتاع كنترول وركرز دي لسه ما عملتهاش، تمام؟ فالمهم ان احنا دلوقتي برمجنا كل دول ما عدا اخر واحده دي، تمام؟ المهم دلوقتي ان انا عايز بقى اجهز الكود التاني اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو الكود ده بقى كده يا شباب، تمام؟ عايزين نجهزه عشان نركبه على الجي او اي. طبعا المفروض الجي او اي، تخيل كده انت هتعمل ايه؟ المفروض انت هتقوم كاتب الكود هنا، تمام؟ وبعد كده كاتب هنا الكوانتيتي عايز منها مثلا 10، وما تضغط على اد، تمام؟ يقوم ضايف الكوانتيتي وضايف الكوانتيتي هنا، تمام؟ وهو من الكود عارف النيم بتاع البضاعة، فيضيف النيم، تمام؟ ويضيف البرايس اللي هو الايه؟ اللي هو سعرها، تمام؟ وبعد كده تقعد تعمل اد تاني اد تاني لحد ما تضغط على انت، تمام؟ يقوم هو بقى حاسب لك التوتال برايس، تمام؟ فاحنا شباب داله زي الباينج دي صعب تتعمل في الكود، تمام؟ ليه؟ لاني هنا زي ما انت شايف بيبقى في وايل ترو، تمام؟ عايزك تدخل انبوت. طب الانبوت ده اصلا ده ما فيش انبوت اصلا، ده الانبوت ده هيبقى من الانتري نفسه، تمام؟ فمش هيبقى انبوت يعني اليوزر هيدخله هنا في الكونسول، لا ده هيبقى في الانتري نفسه، تمام؟ وهنا برضو طالب منك النيم، طب هو اصلا ما فيش اصلا انبوت، تمام؟ ده بيبقى من الانتري نفسه. انا ممكن انا مرر له هنا باراميتر والباراميتر ده يكون جاي من الانتري نفسه، او بدل ما هو باراميتر، لا يبقى بدل ما هو انبوت كده يعني، لا اقوم قايل سيلف دوت انت دوت جيت مثلا، تمام؟ عشان يجيب لي النص اللي موجود جوه الانتري يعني، تمام؟ فالداله ديت دلوقتي، وخصوصا ان موجود برنت كتير، تمام؟ في الموضوع يعني، ففي برنت كتير. فدي بقى المشكله اللي بتقابلنا، ان احنا لما نيجي نعمل اي داله زي ما قلت قبل كده المفروض بتشيل بقى البرنتات خالص عندك دي. ليه؟ علشان انت اصلا ما بتشتغل ببرنت، تمام؟ فانت كده اما تيجي تربطها بالجي او اي مش هتعرف، تمام؟ لازم بقى هتدوخ عبال ما ايه، عبال ما تشيل البرنت اللي عندك دي، وبعد كده تعمل ريتيرن فاليو والكلام ده، تمام؟ فدلوقتي احنا الداله ديت اللي هي يعني داله البوينج، تمام؟ احنا لازم احنا اللي نكتبها، تمام؟ مش هينفع احنا نجيبها من هنا، تمام؟ فدلوقتي تعالوا بقى احنا اللي نكتبها، مش مشكله. بالنسبة للباينج، فين هنا دالة الباينج؟ اي دي يا شباب دالة الباينج. المفروض اللي هيحصل في دالة الباينج، طبعا المفروض انا عارف اني انا بضغط على باينج، تمام؟ فبتقوم النافذة ديت ظهرت، تمام؟ يعني ادي ايدنج ماني، اضغط على باينج كده النافذة ديت تظهر، تمام؟ تمام. بعد ما النافذة ديت تظهر انا عايز بقى اكتب انا الكود هنا واكتب الكوانتيتي، وبعد كده اما اضغط على اد ايه اللي يحصل؟ اما اضغط على اد الكود انا خلاص دخلت وهو كود البضاعه، تمام؟ فانت المفروض عرفت اسم البضاعه لاني انا دخلت لك الكود، تمام؟ فانت بقى تكتب لي الاسم تحت هنا، تمام؟ وتكتب لي الكوانتيتي اللي انا لسه كاتبها لك 10، تمام؟ وتكتب لي البرايس سعرها بقى كام،
تمام، سعر الكوانتيتي يعني على بعضها كام، تمام، وهكذا في كل مره. وبعد كده اما اضغط على اند تقوم انت بقى ايه مطلع لي التوتال برايس كام، تمام. فطبعا يا شباب الزوار ده كان اسمه بي تي اد، ثانيه اهو بي تي اد كوم اهو، تمام. احنا هنديله بقى الامر بتاعه زي ما قلت لك. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اما ادخل الكود هنا والكوانتيتي هو هيضيفهم، صح؟ اه. فالمفروض انا دلوقتي زي ما قلت لك هدخل الكود، صح؟ اه. فالكود بيدخل في حقل اسمه انت كود، تمام. فاقوم قايل له كود بيساوي سيلف دوت فار للكود طبعا دوت جيت اللي هو الفار بتاع الكود دوت جيت، تمام. كده انا معايا الكود، تمام. فالمفروض بقى اروح ابحث عن الكود ده في ملف البضائع، تمام، علشان اعرف اسم البضاعه والكميه اللي موجوده والكلام ده، تمام. تمام. فالمفروض دلوقتي انا اروح ابحث عن الكود ده في ملف البضائع. فممكن مثلا يا شباب احنا نعمل كده ملف على الديسكتوب بالشكل ده، وتعالى نسميه جاتس كده، تمام، ونفتح. المفروض ملف البضائع ده بيبقى مخزن فيه واحد مثلا، بعدين اللي هو يعني الكود، تمام، بعدين النيم بتاعه يعني هيبقى شاب بالشكل ده، كود، بعد كده النيم مثلا دولسي مثلا اي حاجة، تمام. بعدين مثلا السعر هيبقى 20 مثلا، تمام، او خلي السعر 5 والكوانتيتي 20 مثلا، تمام. تمام. فبيبقى يا شباب مخزن فيه بالشكل ده، كود بعدين نيم بعدين سعر بعدين كوانتيتي، تمام. طيب فبيبقى مخزن فيه بالشكل ده بحيث برضو ان انا وبيبقى فيه انتر كده، تمام. فممكن احنا يا شباب دلوقتي الداله اللي هي بتاع ريد فروم فايل اللي احنا كنا عاملينها هنا قبل كده، تمام، فين ريد فروم فايل كنترول اف ريد فروم، او بلاش خليها كانت الايرور بتاع ايرور 8 اهي، ادي ريد فروم فايل، تمام. هناخدها كده كوبي، تمام، وخلاص، وهنحطها عندنا في الكود ده لان هي هتبقى هي نفسها، تمام. فتعالى نحطها تحت هنا في الكود بالشكل ده، كنترول في، بس طبعا مفيش بقى برنت، فعشان كده هشيل دلوقتي تراي واكسبت دي، تمام، فهتبقى بالشكل ده بعدين كده. دي يا شباب ريد فروم فايل، الداله اللي هي بتاع ريد فروم فايل، تمام. المفروض الداله دي زي ما قلت لك قبل كده انا بمرر لها المسار بتاع الجاتس دوت تي اكس تي مثلا، او المسار بتاع اي حاجه يعني، وهي تجيبهولي اللي جواه على هيئه لسته، تمام. بس خلي بالك الحاجات كانت ازاي، كانت نقطتين فوق بعض بالشكل ده، تمام، كان مفصولين عن بعض بالنقطتين اللي فوق بعض دول، تمام. يعني ايه؟ يعني يا شباب الجاتس كده لو فتحتها مش مفصولين عن بعض بالشرطه، لا ده بالنقطتين دول كده، تمام، بعدين دول سي نقطتين كده، بعدين 5 نقطتين كده، تمام كده يا شباب، تمام. فدلوقتي ديت الداله اهي، تمام. انا دلوقتي بقى في الاد، فين الاد اهو. دلوقتي عايز اعمل ايه في الاد؟ عايز بقى اقول له روح هات لي او رالي البضائع، تمام، علشان اعرف الكود ده موجود فين، تمام. فهو ما قايل له ليست للجاتس بيساوي سيلف دوت ريد فروم فايلز اهي شويه، وادخل له المسار بتاع البضائع، تمام. فتعال نقول مثلا ان المسار بتاع البضائع هنسميه، تعالى يبقى برضو يبقى في مسار اسمه سيلف دوت داتابيز، ماشي ماشي. وبعد كده سيلف دوت داتابيز ده بس اللي هو الفولدر اللي موجود فيه البضائع، تمام كده يا شباب، زي ما عملنا قبل كده. انما انا دلوقتي هحط له بقى علامتين كده، تمام، وبعد كده جاتس دوت تي اكس تي، تمام، اللي هو ده المسار اللي موجود فيه البضائع، ودوت الايه ديت الملف بتاع البضائع، تمام. تمام. طب فين سيلف دوباس دي؟ ما مش متعرفه. اروح انا بقى كده فوق في الانت، تمام، واعرف حاجه هنا كده، تعالى نسميها كومون مثلا، بعدين هنقوم قايلين سيلف دوت داتا بيز بيساوي مثلا واحد مثلا، تمام. طب ايه واحد دي؟ يقول لك اركننا بس على جنب دلوقتي، تمام، هنبقى نعدلها في نهايه البرنامج، تمام، اركننا بس على جنب دلوقتي، تمام. طيب او هنعدلها يعني بعد شويه، اركننا على جنب. طيب دلوقتي يا شباب لو انا عايز اعمل كومنت كده عشان اقول لك شكل ليست الجاتس عامله ازاي، فهي بتبقى بالشكل ده كده زي ما قلنا قبل كده، بيبقى مكتوب هنا كود بعدين نيم بعدين برايس بعدين كوانتيتي،
بالشكل ده تمام. وبرضو لو في لستة تانية هنا برضو هيبقى برضو مكتوب فيها نفس الحكاية، كود بعدين نيم بعدين برايس بعدين كوانتيتي. تمام كده يا شباب؟ تمام. دلوقتي انا زي ما قلت لك لما اضغط على زرار الاد ده تمام، ايه اللي يحصل؟ المفروض يعرف لي من الكود اللي انا دخلته ده يعرف لي اسم البضاعة. طب وما يعرف اسم البضاعة يروح ضايفها هنا. تمام؟ تمام. فدلوقتي انا عايز اعرف اسم البضاعة من الكود. تمام؟ فانا دلوقتي معايا ليست الجاتس تمام، فيها الكود وقصاده النيم، الكود وقصاده النيم زي ما قلنا قبل كده تمام. فممكن نعمل فور لوب، فهنقوم قايلين فور جاد مثلا ان ليست للجاتس تمام. بعدين هنقوم قايلين اف جاد اوف زيرو تمام، اللي هو مكان الكود يعني بيساوي يساوي الكود اللي عندي تمام. اروح اعمل ايه؟ اخد بقى انا النيم ده تمام. فممكن احنا نعمل فاريبل بره نسميه نيم بالشكل ده تمام. وتعالى نقوم قايلين او بلاش ما نسموش نيم، تعالى نسميه مثلا نسميه مثلا توتال او اول جاد تمام، يعني كل المعلومات عن البضاعه تمام، عباره عن لسته فاضيه تمام. واول جاد دي بيساوي الجاد كلها تمام. يبقى دلوقتي يا شباب انا عملت ايه؟ قمت قايل لك لو الكود بيساوي، لو الكود بيساوي الاندكس اوف زيرو اللي هو يعني الكود الموجود هنا تمام، لو الكود اللي موجود في الانتري هو هو الكود اللي هنا، يبقى روح بقى خد لي الليسته دي كلها على بعضها تمام. فدلوقتي اول جاد دي متخزن فيها الليسته على بعضها اللي فيها الكود ده تمام. فدلوقتي طب انا ليه خزنتها على بعضها؟ عشان انا مش محتاج النيم بس، انا محتاج برضو منها البرايس والحاجات التانيه بتاعتها تمام. تمام. فدلوقتي اول جاد دي متخزن فيها الليسته الداخليه دي تمام، اللي الكود بتاعها عباره عن اللي موجود في الانتري ده تمام كده يا شباب؟ تمام. فطبعا زي ما قلت لك هو المفروض الاول هيروح ايه؟ هيضيف النيم هنا تمام. بس زي ما قلت لك قبل كده هو انا ليه اما دخل مثلا 10 بضائع تمام، ما يمكن ال 10 بضائع دول مش موجودين تمام، يعني الكوانتيتي اللي عندي من من الكود ده الكوانتيتي اللي موجوده فيه اقل من 10 تمام. فانت طالب 10 يعني اكتر من الموجود عندي تمام. فالمفروض تديني رساله تقول لي لا ده اقل من ايه، من 10 البضائع اللي موجوده عندي اقل من 10 تمام. فلازم الاول اروح اتشيك على البضائع اللي عندي تمام. فهو قايل له اف جاد اول جاد اوف كام الكوانتيتي اللي هي كام، 0 1 2 3 تمام، يبقى كوانتيتي 3 اول جاد اوف 3 اقل، يعني الكميه المخزنه عندك من البضاعه دي تمام اقل من الكميه اللي اليوزر دخلها. طب هي فين الكميه اللي اليوزر دخلها؟ احنا لسه هنعمل لها فوق تمام. فنقوم قايلين الكوانتيتي متغير يعني اسمه كوانتيتي دوت عباره عن سيلف دوت فار للكوانتيتي ماشي دوت جيت تمام كده يا شباب. وبعد كده هو قايل له اول جاتس اوف 3 تمام اقل من الكوانتيتي بقى عندك تمام، اقل من الكوانتيتي تمام اللي اليوزر يعني طالبها او اللي الشخص اللي جاي يشتري ده طالبها تمام، هتروح تطبع لي رساله تمام. فطبعا مش هنطبع رساله تمام، احنا بقى بنعمل الطباعه دي عن طريق في الواجهات يعني في الجي اي عن طريق حاجه اسمها المسج بوكس، بتظهر كده تمام، يظهر لك رساله كده يقوم قايل لك لا ده البضاعه اللي موجوده كذا تمام. طيب المسج بوكس ده هنعملها ازاي؟ بتقوم عامل كده ام اس اج بوكس كده تمام، اسم متغير عادي بيساوي تمام، وبعد كده مسج بوكس تمام. بعدين يا شباب طبعا انت عايز تظهر معلومات، فبتقوم قايل دوت شو انفو بالشكل ده، وبعد كده تفتح قوسين بتكتب خانتين تمام. الخانه الاولى هي عنوان المسج بوكس دي تمام، فممكن مثلا نسميها اباوت مثلا تمام. بعدين هو قايل له البضائع اللي عندي اقل من الرقم اللي انت طالبه تمام. فهو قايل له مثلا قبلها اف كده واقوم قايل زير ار مثلا، وتعالى نفتح قوسين ونكتب جواه اللي احنا عايزينه. طبعا احنا عايزين الكوانتيتي اللي عندنا اللي هي عباره عن اول جاد اوف 3 تمام. تمام وهنحطها هنا تمام، وتعالى نقوم قايلين اقل من اللي انت طالبهم. طب اللي انا طالبهم مين؟ برضو افتح قوسين كده واقوم كاتب اللي انا طالبهم اللي هم مين، اللي هم الكوانتيتي بقى
طبعا احنا خدنا طريقة الاف دي، تمام. طيب دلوقتي يا شباب، هل دلوقتي البرنامج هيشتغل معايا صح؟ لا مش هيشتغل معاك صح. ليه؟ علشان دلوقتي زي ما قلنا، افرض اني انا اول مرة افتح البرنامج، تمام، وجيت بستظرف وبقول لك انا عايز بضايع، تمام، وانا اصلا ما عنديش بضايع، تمام. فالمفروض ان انا الملف ده لسه مش موجود. طب ما دام لسه مش موجود، احنا المره اللي فاتت عدلنا في ريد فروم فايلز دي انها ترجع لك لسته فاضيه، يعني لسته الجاتس دي هتبقى عباره عن لسته فاضيه، تمام، في البدايه، تمام. طب ما دامها لسته فاضيه فانا بعمل فور لوب جواها، تمام، فهي برضو مش هيعمل فور لوب جواها لانها لسته فاضيه، تمام. وبالتالي اول جات دي قيمتها مش هتتغير، هتبقى عباره عن لسته فاضيه. فانت بتقوم قايل له اف اول جاد اوف 3. طب ازاي الاندكس 3 اذا كانت اصلا هي فاضيه اصلا، تمام. فانت لازم تقوم قايل له حاجه هنا، حاله اف قبلها، تقوم قايل له اف اول جاد لا يساوي كده، تمام. اول جاد ما بيساويش كده، يعني هي مش لسته فاضيه، تمام. تروح بقى تنفذ الاوامر اللي انت بتقول عليها دي، تمام كده يا شباب، تمام. دلوقتي طبعا، طب لو العكس بقى، يعني لو كان الكوانتيتي اللي هو طالبها اكبر او اقل من الكميه المطلوبه عندي، تمام، اقل من الكميه اللي عندي، تمام. فالمفروض انا اروح اعمل ايه؟ اروح بقى عادي، العادي بقى بتاعه ان انا اروح اضيف النيم، تمام، واضيف الكوانتيتي، تمام. فالمفروض دلوقتي انا هضيف النيم، فهم قايل سيلف دوت ليست للنيم دوت انسرت، وبعد كده هضيفه في الاند بالشكل ده، تمام. وبعدين هقوم قايل النيم بتاعي ايه؟ النيم والله اللي هو المفروض اول جاد اوف 1، تمام، دوت النيم، تمام. بعدين انا مش انا قلت عايز اضيف النيم، بعد ما اضيف النيم المفروض هضيف الكوانتيتي، فهقوم قايل برضو سيلف دوت ليست للكوانتيتي دوت انسرت برضو في الاند الكوانتيتي اللي انا طالبها يعني، تمام. وبعد كده المفروض بقى هضيف البرايس بتاعهم، فهم قايل سيلف دوت ليست للبرايس دوت انسيرت في الاند برضو، وهضيف البرايس. طيب هو البرايس بتاعها كام؟ المفروض والله البرايس عباره عن اول جاد اوف كام؟ اوف والله المفروض دي زي ما انت شايف البرايس 0 1 2، تمام. فالمفروض اول جاد اوف 2، تمام، بس دي البرايس بتاع الوحده، تمام. فلازم احولها لفلوت، تمام. وبعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح ضارب الفلوت ده في عددهم، تمام، اللي هو في انت للكوانتيتي، تمام. يبقى اروح اضرب الفلوت في الكوانتيتي عشان اجيب ده، تمام. بس انا هحولهم لسترنج بقى دول كلهم، علشان ممكن يديني ايرور ولا حاجه، فيبقى انا ايه حولتهم لسترنج يعني، تمام. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، احنا ايه خلصنا الجزء بتاع الاد، تمام. زي ما انت شايف، لو انا دلوقتي قمت مشغل وقمت مثلا جايب على باينج بالشكل ده، وقمت قايل الكود 1، وقمت قايل الكوانتيتي 10، وقمت ضاغط على اد، فزي ما انت شايف قال لك ايرور. بقى تعال نشوف الايرور ده نتيجه ايه. بص كده، لو جينا ضغطنا هنا بيقول لك بي تي اد كوم في السطر 240. طيب السطر 240 ده يا شباب اللي احنا قلنا هنعدلها في الاخر، اللي هي سيلف دوت داتابيس، تمام. المفروض طبعا سيلف دوت داتابيس، تعالى دلوقتي ونقول ان هي عباره عن حاجه بالشكل ده، تمام. تعالى نقول ان هي عباره عن فولدر احنا هنعمله بره مثلا، هنبقى نعدله في الاخر يعني، تمام. تعال نقول ان هو داتابيس بالشكل ده، تمام، وهنحطه جواه الجاتس كده، تمام. وتعالى ناخد اسمه او ناخد المسار بتاعه يعني. هتقول لي ده بيختلف من جهاز لاخر، اقول لك ماشي، بس احنا دلوقتي انا بجرب دلوقتي، تمام. بعد كده هبقى اعدله في الاخر بقى خالص، تمام. فممكن نيجي هنا كده وبعد كده نحط جواه المسار بالشكل ده، وار طبعا قبل المسار، تمام. طبعا المفروض زي ما انتم عارفين انا اول مره افتح البرنامج، فانا هشيل الجاتس من جوه اصلا، تمام، هشيلها انا خالص، تمام، بس كده. فمفيش جاتس بقى دلوقتي. تعالى كده نفتح. المفروض يا شباب انا فتحت اهو، اضغط على باينج واقوم ضاغط مثلا كود 1 واقول له الكميه اللي انا عايزها 10 واضغط على اد، فزي ما انت شايف قام يديك ايرور. بقى تعالى بص كده، قايل لك في اللاين 379، انا بقول له هل المسار ده موجود؟ فقام قايل لك
نيم او اس. الاو اس ده يا شباب مش متعرف، تمام؟ ما احنا ما استدعيناش مكتبه الاو اس فوق، تمام؟ فالمفروض نعمل امبورت او اس بالشكل ده، تمام؟ طيب بعدين تعالى نشغل تاني. دلوقتي لو انا قمت ضاغط على باينج بعدين واحد بعدين 10 وقمت ضاغط على اد بالشكل ده، فتعالى نشوف برضو ده كيرور اهو، تمام؟ اقفل كده. الايرور فين؟ 211 اهو، تمام؟ اما قايل لك اول جاد الكلمه الغريبه دي اول جاد بالشكل ده، تمام يا شباب؟ تمام. ماشي. دلوقتي لو انا قمت فاتح كده تاني وادي ديت واحد وبعدين 10 وبعدين اد، بص بقى كده ما ضافش اهو، اد ما ضافتش. ما ضافتش ليه؟ علشان والله احنا قايلين له اشتغل في حالة اذا كان، يعني هتضيف وهتخرج لنا رسالة في حالة ايه؟ في حالة اذا كان اول جاد ما بيساويش كده، تمام؟ مش فاضي يعني، تمام؟ انما هقول له إلس بقى لو كان اول جاد ده بيساوي كده، تمام؟ روح طلع لي مسج بوكس، تمام؟ مسج بوكس دي اللي هي كده، هاخدها كوبي بالشكل ده واحطها هنا، تمام؟ بس بدل ما انا بطلع فيها الكلام ده هو مايل له ايه؟ There are no guts بالشكل ده، مفيش بضايع والله عندي دلوقتي، تمام؟ تمام، تعال نحط هنا برضه علامة تعجب هنا. طيب، دلوقتي يا شباب لو أنا قمت فاتح كده وقمت ضاغط على باينج بعدين واحد بعدين 10 وبعد كده قمت ضاغط على اد، زي ما أنت شايف أهو There are no guts، تمام؟ مفيش بضايع عندي دلوقتي، تمام؟ فزي ما انت شايف انا اول مره افتح البرنامج وبستعبط، قمت داخل على باينج وقمت كاتب هنا الكود والكوانتيتي وبعد كده قمت ضاغط على اد، فخلاص هو قال لك ده والله انت مش مسجل بضايع دلوقتي. عرف منين؟ عن طريق ان هو دخل على ملف البضايع ما لقاهوش، فبقى عباره عن لسته فاضيه، تمام؟ فعرف ان ما دام الريتيرن فاليو عندي لسته فاضيه، قلت له اطبع لي الرساله ان ما فيش بضايع، تمام؟ انما لو كانت موجوده بقى هيبقى في بضايع عادي، تمام؟ يعني مثلا دلوقتي بقى تعال نجرب، لو انا قمت حاطط هنا كده، تمام؟ اللي هي جاتس بالشكل ده، بضايع بقى عندي اهو، تمام؟ وهضيف انا بضاعه وهو قايل واحد ونقطتين فوق بعض بعدين النيم مثلا دولسي مثلا بعدين نقطتين بعدين هو قايل له الخمسه بعدين الكوانتيتي 20، تمام؟ تعال نعمل اللي بعده اتنين كود اتنين مثلا، مثلا تعال نقول لمباضه مثلا بعدين جنيه بعدين 40، تمام؟ بعدين كفايه دول، تمام؟ فدلوقتي زي ما انت شايف لو انا قمت مشغل كده برضو عشان نختبر الجزئيه دي، تمام؟ هل هيضيف لي الليست ولا لا، تمام؟ فلو انا قمت مشغل كده وقمت ضاغط على باينج بالشكل ده وقمت قايل واحد وطبعا الكوانتيتي عندي كانت 20 صح؟ تعال انا اقول له كده 30، تمام؟ بس على فكره هو هيديك ايرور، على فكره هيديك ايرور. فلو ضغطت على اد بالشكل ده هو مالك زير ار 30 اكبر من 20، او مش هيديك ايرور، هقول لك المشكله كانت فين. بص كده لو قفلنا كده المشكله يا شباب هنا في اول جاتس اوف 3 ديت اصلا عباره عن سترنج، فهو ما بيجي يقارن سترنج بسترنج فهو بيقارنه عن طريق الاسكي كود، تمام؟ فالمهم انا ما يهمنيش الكلام ده، انا بس عايز احوله لانت عشان ايه؟ يبقى ابقى بقارن انت بانت عشان ما يبقاش فيه خطا، تمام؟ فاعمل انت هنا وهنا انت، تمام كده يا شباب؟ تمام. واقوم مشغل وهو مايل له باينج وانا عايز واحد من واحد عايز منها 30، تمام؟ واضغط على اد بالشكل ده فقام قايل لك زير ار 20 وال 20 اقل من 30 فخلاص، تمام؟ مش هيضيف حاجه، تمام؟ طيب دلوقتي تعال نقول مثلا خلاص تعال نقول انا عايز ال 10 منهم، تمام؟ وقمت ضاغط على اد، زي ما انت شايف قال لك ايه؟ قال لك دولسي بعدين الكوانتيتي اللي انت عايز 10، قيمه الوحده كانت بخمسه صح؟ خمسه وسعر وعددهم 10 يبقى 5 في 10 ب 50 يبقى البرايس بتاعهم 50، تمام؟ وبعد كده مثلا لو انا قمت قايل 2 عايز منها 70 مثلا وقمت ضاغط على اد هيقوم قايل لك ايه؟ 40 اقل من 70، تمام؟ اذا الكميه المخزنه عندك 40، تمام؟ هو قايل له مثلا خلاص عايز 20 وقمت ضاغط على اد اما قايل لك 20 وقيمه الوحده كانت بجنيه فقام قايل لك 20 جنيه وادي الاسم لمباض، تمام كده يا شباب؟ فبيضيف لك اهو الاسم والكوانتيتي والبرايس، تمام؟ دلوقتي طبعا المفروض في حاجه لازم نعملها، انه دلوقتي مش انا هنا طلبت 10 والدولسي كان فيه كام؟ كان فيه تقريبا 20، تمام؟ يبقى المفروض ال 10 دول يروحوا يتخصموا من ال 20 اللي عندي، فيبقى دلوقتي عندي كام؟ عندي 10، تمام؟
طيب انا في اللمبضه مثلا كان عندي 40، تمام، وانا خدت اهو منهم 20، يبقى المفروض اروح اشيل 20 من ال 40 اللي عندي، تمام، فيبقى عندي دلوقتي كام؟ يبقى عندي 20، تمام. فممكن يا شباب نعمل الكلام دوت ازاي؟ عن طريق هنا بقى. هو ما قايل له مش انت هنا خلاص، ده معناه ان انت ضفتهم هنا، دي بتضيفها للليست. اه، فما دام معناه ان انت هنا كده ضفتهم، روح بقى شيلهم لي من الجاتس، صح؟ اه. فيشيلهم لك بقى من الجاتس ازاي؟ بص يا عم، فانا ممكن اعمل حركه حلوه، اقوم قايل مثلا اندكس بيساوي عباره عن ليست للجاتس، انا عايز اعرف ليست، مش ليست الجاتس دي اللي هي مخزن فيها البضائع كلها، اه، اللي انا قاريها من الملف اصلا، تمام؟ فانا عايز اعرف الاندكس بتاع مين؟ دوت اندكس لمين بقى؟ لي اول جات، تمام؟ شوفها لي هي، احنا كنا جايبيننا من الاندكس كام، تمام؟ شوفها لي يعني الاندكس بتاعها كام؟ اول جات دي شوف لي الاندكس بتاعها في ليست الجات، شوفوا لي كام، تمام؟ طيب، وبعد ما عرفت الاندكس انت بقى هتروح تغير اللي انت عايزه، مش انت بتقول ان انت عايز تقلل الكوانتيتي؟ اه، فانا المفروض دلوقتي اروح اعمل ايه؟ ليست للجات اوف اندكس، تمام؟ اوف بقى دي دلوقتي معناها اللي هي اول جاد، تمام، اوف الاندكس بتاع الكوانتيتي، الاندكس بتاع الكوانتيتي عباره عن 0 1 2 3، يبقى 3، تمام، بيساوي القديمه، تمام، بيساوي القديمه اهي، تمام، هاخد ده كده كوبي، بعدين ناقص ايه؟ طبعا ناقص الكوانتيتي اللي اليوزر خد ده، تمام، ناقص الكوانتيتي، تمام، تمام. بس دول طبعا يا شباب حاجات كلها سترنج، تمام، فلازم احول دي الاول لانت، وبعد كده اروح برضو الكوانتيتي دي احولها لانت، وبعد كده المفروض ديت اروح احولها في الاخر لسترنج بالشكل ده، تمام. دلوقتي احنا كده عملنا او قللنا يعني اللي موجود، تمام، بس في نفس الوقت احنا قللناه فين؟ قللناه في ليست الجاتس دي، تمام، يعني احنا لسه برضو ما حطيناهوش في الفايل، تمام، احنا قللناه بس في ليست للجاتس دي، تمام كده يا شباب. طب امتى بقى يروح يشيله من الفايل؟ يروح يغير بقى القيم الموجوده في الفايل اما يضغط على اند، اما يضغط على اند يروح بقى ايه مطلع لي التوتال برايز ويغير بقى القيمه اللي موجوده في الفايل، ده معناه انه خلص ادخال ويغير بقى القيم اللي موجوده في الفايل، تمام. فالمفروض يا شباب ما دامه اما اضغط على اند هيحصل الكلام ده، فانا لازم امرر للاند ليست للجاتس دي، تمام. فطبعا عشان اخلي ليست الجاتس دي مرئيه للكلاس كله، يبقى لازم هنا احط قبلها سيلف بالشكل ده، سيلف دوت، تمام، وهنا ليست الجاتس هي احط برده ثانية، هحط هنا برضو كده سيلف دوت قبلها، تمام، عشان تبقى مرئية للبتاع كله، تمام، وهنا برضو هو قايل سيلف دوت، وبعد هنا هو قايل سيلف دوت، وبعدين هنا برضو هو قايل سيلف دوت، عشان بس تبقى مرئية للكلاس كله، تمام كده يا شباب، تمام. طيب دلوقتي زي ما قلنا في اللي هو بي تي اند ده، تمام، فهم دي بي تي اند انتر وبي تي اند ليف، تمام، احنا عايزين بي تي اند كوم، تعال نعمل كنترول اف كده، بي تي اند كوم، فمايل لك ديت وانزل تحت، ايوه بي تي اند كوم اهي يا شباب، تمام. احنا زي ما قلنا عايزين لما نضغط على زرار الان، تمام، يقوم حاسب لك التوتال برايز، وفي نفس الوقت يقوم ايه؟ يقوم قايل لك الكلام ده، تمام، يقوم واضع يعني اللي موجود في الليسته اللي اسمها ليست الجاتس دي يحطها في الفايل بتاع الجاتس، فهو قايل له فور، فممكن الاول بس نعمل ويز اوبن لي ليست الجاتس اللي هو يعني المسار بتاع الليست الجاتس، فهو قايل سيلف دوت باث للداتابيز، او هي كان اسمها سيلف دوت داتابيز اصلا، صح؟ داتابيز، اه سيلف دوت داتابيز، تمام، زائد وسلاش سلاش جاتس بالشكل ده دوت تي اكس تي، هتفتحه، وبعد ما تفتحه انت هتعمل دبليو في، بعدين هتقوم قايل از اف 1، تمام، وبعد كده المفروض انا عايز اعمل ايه؟ عايز اضيف فيه الحاجات بتاعتي، فممكن اعمل انا فور لوب جواها كده، تمام، واقوم قايل له فور جات ان سيلف دوت ليست الجاتس اللي انا لسه عاملها، تمام، ليست الجاتس، تمام، لكل بضاعه موجوده فيها روح اعمل لي ايه؟ روح اكتب لي البضاعه دي، فهو قايل اف 1 دوت رايت، هتكتب ايه؟ هتكتب جات اوف 0 بعدين زائد نقطتين فوق بعض بالشكل ده، زائد جاد اوف 1 زائد نقطتين فوق بعض بالشكل ده، بعدين زائد جاد اوف 2 بعدين زائد نقطتين فوق بعض بالشكل ده، بعدين زائد جاد اوف 3 بعدين زائد سلاش ان،
تمام كده يا شباب. دلوقتي هو دلوقتي هيضيف دلوقتي بقى ايه البضايع، دلوقتي احنا عدلناها تمام. طب وبعد ما عدلناها المفروض عايزين نروح نعمل ايه؟ عايزين بقى نروح يحسب التوتال برايس، سعر التوتال برايس ده كام تمام. فالمفروض مثلا انا ممكن اعمل متغير اسميه مثلا توتال بيساوي صفر مثلا تمام، واقوم قايل فور او بلاش. ممكن اعمل ايه؟ مش انا عايز اعرف اسعار الحاجات اللي محطوطه جوه البرايس فممكن انا اعمل مثلا ليست اسميها ليست برايس، ديت عباره عن تعالى نقول عباره عن ايه، عباره عن سيلف دوت ليست للبرايس تمام، اللي هي عباره عن ليست بوكس يعني اللي عندي بتاع البرايس دوت جيت، وهجيب منها من زيرو لحد اند تمام. فانا معايا ليست البرايس دي عباره عن تيوبل متخزن فيها كل الاسعار، فاروح اعمل ايه؟ هو قايل له فور برايس ان ليست البرايس، هتروح تعمل ايه بقى؟ هتقوم قايل لي توتال بلس ايكوال انت لبرايس، بس ما تخلاش انت، تعال نقول ان هي فلوت تمام. يبقى دلوقتي التوتال دلوقتي بقى معايا في التوتال برايس تمام. المفروض التوتال ده هيتحط فين؟ هيتحط في ليبل اسمه التوتال برايس تمام. فهو مايل له سيل دوت ال بي ال اللي كان محطوط فيه التوتال برايس اهو تمام، وهنعمله دوت كونفيج. هنغير ايه فيه؟ هنغير يا شباب خاصيه التكست اللي فيه. هنقول ان هي عباره عن ايه بقى خاصيه التكست دي؟ هتبقى عباره عن توتال برايس زي ما هي تمام، بس هنحط بقى جنبها حاجه، جنبها اللي هو السعر، فهو قايل له اس تي ار للتوتال تمام كده يا شباب. دلوقتي احنا عدلناه، بس خلي بالك ان زرار الاند ده لو اشتغل، لو هو ضغط عليه وما كانش موجود فيه مسار الداتابيس ده هيديك ايرور تمام. فتعالى مثلا نقوم قايلين اف سيل دوت ليست للجاتس لا يساوي كده تمام، ده معناه ان المسار ده بقى موجود تمام. وبعد كده هروح اعمل كده تمام. وبعد كده تعالى نقوم قايلين فوق هنا، نعرف فوق في الكومون هنا اهي، هنعرف سيلف دوت ليست للجاتس بيساوي كده تمام. فدلوقتي يا شباب لو انا قمت مشغل وباينج بالشكل ده ومتايل واحد عايز منه 10، بعدين تعالى نقول اتنين عايز منه 20، وقمت ضاغط على اد وضغطت على اند بالشكل ده، اما قايل لك التوتال برايس كام؟ 70 اهو فعلا تمام. بس هل دلوقتي هو راح مسح ال 10 او خصم ال 10 من ال 20 اللي كانوا موجودين، وخصم ال 20 من ال 40 اللي كانوا موجودين؟ تعالى نروح كده نفتح هنا كده، هنلاقي فعلا ان هو مسح من الدولسي ما مسحش حاجه. طب ليه يا شباب متخزن فيها 20 20 بالشكل ده تمام؟ ما هو ده غلط. ليه؟ لان هو كده خصم من اللمباضه، اللمباضه كانت 40 فهو خصم منها تمام، خصم منها ال 20 اللي احنا حسبناه، انما ال 10 بتوع الدولسي ما خصمهمش تمام. طب ليه؟ تعال نشوف، يبقى الغلط موجود في زرار الاند. تعال نشوف كده زرار الاند فين اهو تمام. فالمفروض انا اروح اطبع بس الاول ليست الجاتس دي عشان اشوف الكلام اللي موجود جواها ده. برنت كنترول في بالشكل تمام. وتعالى نعدل دول تاني، اقفل ديت كده. تعالى بس في حاجه عايز اوريها لك، ان انا لما اضغط على زرار الاد تمام المفروض تروح تمسح اللي موجود جوه الانت، فاروح اعمل سيلف دوت انت للكود بالشكل ده دوت ديليت من زيرو الانت تمام. وبرضه اروح اعمل سيلف دوت انت للكوانتيتي دوت ديليت من زيرو لينت تمام. بس عشان بس نبقى خلصنا منهم دلوقتي، زي ما قلت لك انا هروح بس اعدل ده واخليه مثلا ديت 20 ماشي، واخلي ديت 40 تمام. فدلوقتي الدولسي فيه 20 واللمبه فيها 40 تمام. فدلوقتي لو انا قمت قافل كده وقمت فاتح هنا ماشي، قمت ضغط على باينج وبعد كده واحد وبعد كده قمت قايل منها 10، وقمت ضغط على اد، بعدين اتنين وقمت قايل منها 20، وقمت ضغط على اد، وبعد كده قمت ضغط على اند. زي ما انت شايف الاند مايل لك ايه؟ مايل لك الدولسي فيها 20 واللمباضه فيها 20 تمام.
انما لما جه يحسبهم هنا ما يلك 20 بعد كده 10 بعدين 40 بقت 20. طب ازاي الكلام ده بقى؟ المفروض يا شباب الدولسي اصلا كان 20، انا خدت منه 10، يبقى المفروض هنا بقى محطوط 10 اهو، تمام؟ ازاي محطوط 20؟ تعال نشوف بقى كده الخطأ فين. الغلط يا شباب كان في، كان في ان هو المفروض سيلف دوت ليست الجاتس دي في كل مره عمال يقرا منها، كل ما اضغط على اد يقرا منها، والقيم اللي فيها اصلا ما اتغيرتش، تمام؟ فهو عمال يقرا منها، عمال يقرا منها، فبالتالي بيحدث القيم فبتفضل 20 زي ما هي. فانا هقوم واخد ديت كده اكس بالشكل ده، وبعد كده هنحطها في الانت عشان ايه؟ تبقى مشتركه، ما يبقاش كل مره عمال يقرا منها، تشتغل مره واحده بس، تمام؟ فهحطها هنا كده. بس، تمام؟ فدلوقتي يا شباب لو انا قمت مشغل بقى كده، تعالى الاول بس نحدث القيم اللي موجوده هنا دي ونعدلها. تعالى نقوم ديت 20 وديت 40 كده، تمام مظبوط 20 40. طيب دلوقتي يا شباب لو انا قمت مشغل كده وقمت قايل باينج وبعد كده واحد، قمت قايل 20 مثلا، وبعد كده قمت ضاغط على اد، وبعد كده 2 قمت قايل 30، وقمت ضاغط على اد، وقمت ضاغط على ان، تمام؟ فما لك التوتال 130، تمام؟ فالاولى الدولسي انا خدت منها 20، فالمفروض دلوقتي يبقى موجود فيها صفر، تمام؟ اللمباضه انا خدت منها 30، فالمفروض يبقى موجود فيها دلوقتي كام؟ 10، تمام؟ فلو فتحنا كده هنلاقي اهو الدولسي بقى فيه صفر واللمباضه بقى فيها 10، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى دلوقتي يا شباب احنا خلصنا اللي هي بتاع الاد والاند دي، اللي هي يعني نافذه الباينج، تمام؟ دلوقتي يا شباب احنا خلصنا نافذه الباينج، تمام؟ المره الجايه هنشوف نافذه اللي هي اد جاتس دي، تمام؟ ونشوف ازاي المشكله دي بتحصل، اللي هي 20 دي اتنقلت هنا، لان نافذه الباينج ايه؟ نافذه الاد جاتس ايه، تمام؟ فاحنا هنشوف بقى دلوقتي نافذه الاد جاتس المره الجايه، تمام؟ عشان برضو يعتبر هم دول النافذتين بس، الاكواد بتاعتهم هتبقى طويله، تمام؟ انها بالنسبه لبقيه النوافذ ان شاء الله هتبقى سهله يعني. بس يبقى ده كده يا شباب كان بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.